في عام 1897 عقد الصحفي اليهودي تيودور هيرتزل المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويسرا مبشراً بالدولة الصهيونية. ومنذ ذلك التاريخ ظلت الحركة الصهيونية بمساعدة الإمبراطورية البريطانية تعمل في الخفاء والعلن على تجهيز الأراضي الفلسطينية لتكون مقر دولتهم المزعومة عن طريق تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وترويعهم وارتكاب مذابح بشعة في حق أصحاب الأرض الأصليين، إلى أن أهداها الانتداب البريطاني لليهود رسمياً على لسان وزير خارجيتها آرثر بيلفور في 2 نوفمبر عام 1917 فيما عرف بوعد بيلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، ليقيموا عليها دولتهم الجديدة إسرائيل. على الجانب الآخر، قررت المقاومة الإسلامية بقيادة الشيخ عز الدين القسام أن تظل شوكة في ظهر الكيان الصهيوني مستمرة في الثورة ضد مشروعه الاستعماري في فلسطين. عز الدين القسام بدأ في تشكيل مجموعاته ربما أواخر العشرينات أوائل الثلاثينات، شكل مجموعاته التي كان يعني يخطط لها أن تقود الجهاد ضد المشروع الصهيوني والانتداب البريطاني معا في فلسطين. استشهاد الشيخ عز الدين القسام حدثت التفاعلات الاجتماعية والوطنية والثقافية التي أشعلت ثورة 1936. في العموم فلسطين صارت ساحة للقسام وعلى عميم على عمام. القساميون حقيقة يعود إليهم يعني بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في إبقاء جذوة الكفاح مشتعلة حتى 48 وبعضهم حتى ما بعد 1948. تتابعت أنباء مذابح وانتهاكات العصابات الصهيونية في فلسطين، بينما مصر مكبلة بخضوع القصر الملكي لرغبات الاستعمار البريطاني ودعمه للدولة الصهيونية الجديدة. في هذه الأثناء قرر حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أن القضية الفلسطينية التي كانت شغله الشاغل حتى قبل تأسيسه للجماعة لا بد أن تحتل صدارة المشهد لجمع الجهود والطاقات في مواجهة العدو الصهيوني الهمجي. اهتمامه بالقضية الفلسطينية كان سابق لتأسيس الجماعة، يعني هو كان طالب في دار العلوم، كان رأسه وتفكيره مهتم بالقضيتين دول، قضية الاستقلال والتخلص من الاستعمار في مصر وسائر العالم الإسلامي، والحاجة الثانية ما آلت إليه أوضاع المسلمين والفلسطينيين في فلسطين. وأنا فاكر وأنا صغير كنت بشوف ملصقات وبشوف صور بشعة لمجازر حدثت في فلسطين من الاستعمار الإنجليزي ومن اليهود. أول ما دخلوا فلسطين هم بدأوا على طول عملية الاحتلال بفظاعة ويعني وأساليب وحشية غير إنسانية، يعني جرائم حرب بالدرجة الأولى، وإنه هو ممكن يستخدم المال اللي معاه وحاجة صاحب الأرض الفقير، يقدر يعني ياخد الأرض بتاعته ويطرده منها بكل الطرق، فإما شراء إما إكراها بطريقة الحرب. وعي القيادات العربية والحكومات العربية في ذلك الوقت ما كانش على المستوى، وتركوا فلسطين نهبا لهذه العصابات. فكان دور حسن البنا حاجتين، اولا انه يكشفها، ثانيا انه يجعلها تتحول الى راي عام، وذلك عن طريق الخطب والخطاب والنشر والاتصالات والى اخره. امين الحسيني راجل يعني له مكانه في فلسطين وكان هو المفتي، اول خطاب من حسن البنا ينبهوا ان جميع العرب وجميع المسلمين يعتبرون ان قضيه الفلسطين قضيتهم، واحنا مستعدين بكل الوسائل ان احنا ندعم القضيه. ولم يبخل الاخوان المسلمين في يوم من الايام على القضيه الفلسطينيه
أو على طلبات الحاج أمين الحسيني؟ الحاج أمين الحسيني طبعا شخصية تاريخية فريدة، كان قادر على أن يتصل بالعالم الإسلامي كله، وكان قادر على أن يمثل القضية داخل أيضا الساحة العربية. أسس ما هو معروف بالهيئة العربية العليا. الهيئة العربية العليا كانت تشمل طبعا مسلمين ومسيحيين من أهل فلسطين، شخصيات وطنية، وهي التي قادت الكفاح الفلسطيني عبر السنوات. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء. غضب شعبي عارم ينتظم جميع أنحاء مصر مندداً بصمت الحكومات العربية ومنادياً بدعم القضية والمقاومة الفلسطينية والعمل ضد الدولة الصهيونية بكل السبل المتاحة اقتصادياً وإعلامياً وسياسياً. حتى لقينا الأطفال الصغيرين كانوا يمشوا في الشوارع ويعملوا مظاهرات، كان الإذاعة المصرية كلها مجيشة القضية الفلسطينية. أخي جاوز الظالمون المدى، جنوة عبد الوهاب، ممكن تزع 20 مرة فيلم كان اسمه فتاة من فلسطين بتاع سعاد محمد في ذلك الوقت. حتى شكوكو أدلى بدلو، دولتي عدد في الأمون، دولتي يا صهاينة يا دون. وفي ذلك الوقت كان لنا جريدة يومية لإخوان المسلمين، وكان لنا الشهاب. كل هذه الجرائد لا هم لها إلا فلسطين. كان باسم المكتب يطلع بيانات يحض بيها الإخوان على أن قضية فلسطين دي قضيتكم، وأن دي قضية وعي قومي وفي الوقت نفسه وعي إسلامي، وأن إحنا شعب فلسطين ده ليه علينا حقوق. ما قال الأستاذ البنا مشهورة قوي، صناعة الموت، نشرت لمناسبة الأمين الحسيني ودعوته، وكانت دعوة للجهاد، وأنا نفسي كنت مدير وقت مطبعة الإخوان، كنا بنطبع كتاب اسمه النار والدمار في فلسطين. وعي الشعب الذي كان لا يعي شيئا عن فلسطين، أصبحت فلسطين البؤرة الرئيسية في تفكيره. كتب حسن المنا لهم أول مرة، قال لهم أنا أدعو إن إحنا نعمل مقاطعة اقتصادية. حتى أنا فاكر كان أول حاجة كان الناس كلها بتستخدمها كان كوكولا، فعمل هو مقاطعة وقال لي شباب الإخوان يعني إن دي حاجات من السهل قوي إن إحنا نستغنى عنها، بس هتأثر في الوضع الاقتصادي للعدو. شكريل ده يهودي وبيساعد اليهود يروح يفجروه، داود عدس يهودي وبيساعد يفجروه، ده حارة اليهود. التفجيرات دي كانت تدل على مدى غضب الشعب ضد اليهود. عملوا مشروع بباج صغير كده تشتري منه بالقرش، تاخد طابع صغير ده عشان فلسطين. هذا القرش الحقيقة لم يجمع أموالا ضخمة، لكنه استخدم في التعريف بالقضية الفلسطينية في الشارع المصري وفي الحياة المصرية. United Kingdom abstain. The United States, yes. Paraguay, yes. Venezuela. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. 1947 حينما قررت الأمم المتحدة قرار التقسيم، لقينا اسكندرية ماجت كلها بالمظاهرات، كانت تطلع مظاهرات من محرم بيه إلى المنشية إلى قصر راس التين، بتطالب بإسقاط وعد بولفور، وتطالب أيضا بالتصدي للهجمة الصهيونية. الإمام الشهيد استطاع أن هو يحرك مظاهرة كبيرة بسبب التقسيم في 1947، وقادها الإمام الشهيد، وفي هذه المظاهرة قتل بعض الإخوة منهم الأستاذ الشيخ
محمد عبد الرحيم الأنصاري. أذكر أن كان هذه المظاهرة خرجت من الأزهر ومن الحسين ومن جنب أبو الدهب، وكان يعني مظاهرة ضخمة جدا، وكان يقودها حسن البنا بنفسه، وكان الأمن في ذلك الوقت يركبوا خيل، وفترس بدر ده كان مدير، كان جمدار القاهرة، وهم ضربوا الخيل ضرب رشوة، احنا بينا نمسك الضباط والبتاع من على الخيل ونوقعها في الأرض. قوات فرقتهم بالرصاص، حتى الإمام الشهيد جاءت رصاصة في إصبعه، وأراد أحد الضباط يعني أن يضربه بخيله، لكن الإمام الشهيد استطاع أن هو يهرب منه. رحنا لغاية عبدين، المظاهرة كانت دايما مظاهرات تمشي وتروح لغاية سراع عبدين. دي كانت المظاهرة التي يعني حركت جموع بل ملايين المجتمع المصري على رأسهم الإخوان المسلمين بعد التقسيم. كان في حاجة اسمها الهيئة العليا لإنقاذ فلسطين. الهيئة العليا دي كانت مكونة من الحاج أمين الحسيني ومن مندوبين من كافة الدول العربية، سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، اليمن، مصر طبعا في مقدمتها. دي كان بس 7 دول عربية مستقلة. الاتصالات ما بين عبد الرحمن عزام باشا وما بين يعني وأمثاله من الشخصيات الوطنية بالحج أمين الحسيني كانت يعني مستمرة، وبالقيادة الفلسطينية، وكان هناك تقريبا شبه إجماع بين الدول العربية والزعامات العربية على أن لا تقبل هذه الدول العربية في قضية فلسطين إلا ما يرضاه الفلسطينيون. وبدأ حسن البنا حذرهم، وحتى رحلوا كان حسن كان عزام باشا كان ساكن في حلوان، ليه بيته في حلوان، ورحلوا عشان يعني يشرحوا القضية عن قرب، وإن يجب تأخذ حظها في اجتهاده في من موقعه الرسمي كأمين للدول العربية. أنا كنت حسيت إن عزام باشا مستجيب تماما، وبعدين أنا حسيت فعلا إنه الاستجابة يعني دلت على إنه ليس فقط يعني اقتنع بوجهة نظر حسن البنا بأن احنا لازم نتضافر ونحرك كل المنطقة عشان مقاومة هذا الخطر. يفتح باب التطوع للجهاد في فلسطين برعاية الجامعة العربية وإصدارها قرار تشكيل جيش إنقاذ فلسطين وجمع 50 مليون جنيه دعما للمقاومة. دعا الإمام حسن البنا إلى وصول أعداد المتطوعين إلى 10,000 متطوع، فسارع الشعب المصري بكل طوائفه إلى الانضمام إلى الكفاح المسلح في فلسطين. ثم فتح باب التطوع، واشترط الإمام الشهيد للمتطوعين شروطا: أن يكون أول ألا يكون وحيد والدين، ألا يقل سن عن 18 سنة، أن يكون له دخل حتى إذا استشهد لا تعال الأسرة، وبعدين أن يأتي بموافقة صريحة من والديه، وأن يجتاز أيضا الاختبار والكشف الطبي، وأن يجتاز اللياقة ليكون في مقدمة المتطوعين. كان المتطوع الأول هو الإمام الشهيد حسن البنا، ثم بعد ذلك تبعه كل الإخوان المتطوعين وسجلوا أسمائهم. بدأ يتدفق على المركز العام عشرات ومئات وآلاف المتطوعين، فمنهم من تحول إلى الجيش للتدريب وتلقي كل أنواع التدريب في السلاح وعلى كل شيء للدخول إلى فلسطين. ومنهم كان شباب لا يتجاوز 16 سنة 17 سنة، فكنا بنرجعهم، كانوا يذهبوا من خلف الأستاذ البنا. البيوت كلها كانت كلها أوان مستطرقة مع الحكومة، مع الإخوان، مع النبض العام، كله أوان مستطرقة واحدة، مفيش خلل. الأمة ما كانتش بتخاف ولا الأب كان بيخاف، بالعكس. أنا كنت في الكتيبة اللي هيطلع بها حسن البنا رضي الله عنه وأرضاه، فكنت أرى العجب من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون الذهاب إلى فلسطين، فكانوا يعلمون من جهز مجاهدا فكانه جاهد. تبص ده جاي البندقية بكام والبتاع بكام عشان يدفع ويجهز مجاهدا. إنهال عليهم في هذه اللحظة
ما يقرب من 10,000 جنيه مصري بذلك الوقت بقوة الجنيه المصري بذلك الوقت. وانفتحت المعسكرات للتدريب، والإخوان كان لهم فيها حظ كبير. فكان المدربين بيروح مع المتطوعين، وأنا كنت مشارك لأني أنا كنت عضو مكتب مسؤول وعضو هيئة، وكنت في الوقت نفسه رئيس قسم الطلبة، والمتطوعين دول الشباب أكثرهم. حتى أنا لازلت أذكر كلام حصل بنا لي أنا كمسؤول، يعني لغاية دلوقتي فاكره ك يعني برنس ليه نظرة كده يعني تدل على إنه يعني زي ما تقول راجل حركي وراجل عنده استعداد ربنا هيئه ليه. ليه؟ قال لي يا أخي فريد أنت بتعمل إيه؟ قلت له متطوعين، بنلاقي متطوعين الإخوان كلهم متحمسين وندربهم كويس ويروحوا يواجهوا بالبطولة بتاعتهم ويخشوا في معارك. قال لي لا. قلت له ما نعمل ايه؟ قال لي انت احنا عايزين القضيه الفلسطينيه تنتقل من محليه الى انها تتسع بحيث تبقى قضيه كل المسلمين، فانت على الاقل اللي بيتقدموا اليك دول خذهم بس وزعهم توزيع غلط غير التوزيع الصحيح. قلت له ايه توزيع صحيح؟ قال لي كل تسعه من غير الاخوان حط واحد من الاخوان بس. ليه؟ قال لي عشان خاطر لما قضية يتبناها غير الإخوان هيصاب منهم اللي يصاب ويقتل اللي يقتل، أما القضية العرضية بتاعت الحركة تتسع لصالح فلسطين. في 47 و 46 عندما بدأ الضباط من الجيش المنضمين للإخوان المسلمين يدربهم مجموعات من النظام الخاص على إطلاق النار وعلى الأساليب العسكرية، وكان من هؤلاء الضباط جمال عبد الناصر. التنظيم الخاص ده أنا بعتبره من مفاخر حسن البنا والإخوة المسلمين. ليه؟ أمة محتلة، مصر محتلة، والأمية العسكرية طاغية على الشعب المصري. الشعب المصري كانش يعرف حاجة في سلاح ولا كلام من ده. كان اللي عنده 20 جنيه خلاص بيطلب ما بيروحش الجيش، ها؟ فكون حسن البنا يعمل هذا التنظيم ليربي شباب الإخوان تربية عسكرية هذا شيء رائع. حقيقة الحال إن النظام الخاص كان له دور معين، وكان من أكبر أدواره حاجتين: مقابلة ومجابهة الإسرائيليين في فلسطين وعلى حدود مصر، وبعدين بعد كده أيضا المعركة مع 80,000 جندي بريطاني بيحتلوا مصر وموجودين في ميادين مصر. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية. هو السيد أمين الحسيني قال كخطة إن فلسطين لا تحتاج إلى رجال قدر ما تحتاج إلى سلاح، لأن قال لك إن الفلسطينيين يقدروا يدافعوا عن نفسهم ولكن ما عندهمش سلاح، فكان السلاح أولا قبل الرجال، بس الرجال برضو أصبحوا مطلوبين عندما بدأ الغزو. وأتذكر إخواننا الكرام رحمهم رحمة واسعة وسهرهم ليل نهار لجمع الأسلحة المتبقية من الحرب العالمية الثانية. كنا بنجيب عربيات لوري مشحونة أسلحة. فأنا فاكر يوم الأمن دخل كده على المركز العام، ما عرفش عرف إزاي، وقال على جي على أوضة كده مقفولة كنت فاكرها أنا، وقال إيه اللي هنا وبتاع، وبعدين فتحناه وعرف إن في سلاح. قال لا خلاص ما فيش هيئة، يعني أنا هضطر أمنيا إن أنا أصادر كل الأسلحة. عزام باشا الحقيقة اللي أنقذ الموقف، وده كان أنا لا أنساه. قال له هذا السلاح اشتري بمال الإخوان ودفعوا فيه عشان نحارب اليهود في فلسطين. النفرة اللي نجدت فلسطين كانت من كل البلاد العربية، يعني صحيح مصر بتتقدمهم ولكن سوريا كذلك، السعودية، اليمن، خدت بال حضرتك، السودان. الشيخ محمد محمود الصواف رحمة الله عليه، وهو يعني الزعيم المؤسس للإخوان المسلمين في العراق، أو كان الأستاذ عبد اللطيف أبو قورة رحمة الله عليه وهو أيضا المراقب الأول للإخوان المسلمين في الأردن،
كلاهما في الحقيقة ساهم في تعبئة يعني الشباب الذين كانوا حولهم باتجاه المشاركة في الجهاد في فلسطين. كان هناك كتيبة مثلا من البوشناق، من البوسنويين. طبعا سوف تستغرب ربما كيف وصل يعني إلى هؤلاء الناس الوعي والالتزام بالقضية الفلسطينية. الحقيقة وصلهم عن طريق الحاج أمين حسيني. بلغت أمي وأبوي أن أنا رايح فلسطين. أبوي عارض، قال لا إحنا عاوزينك وأنا محتاجك، أنت بتساعدني. قلت له الرزاق والله. أمي وافقتني ولكنها لم توافقني على السفر. وبعدين رحت المركز الدعام جبت اللبس ولبست، وكان لي حجرة خاصة، فلبست ملابس ورحت طالع عليهم، فأمي وقعت على الأرض. حملتها على يدي، على يدي، فتبينت أن النصف الأسفل قد شل تماما. وبت هذه الليلة بجوار أمي. كان هنا ولي أمر خالي وجدي يعني، فحرفت منه. طبعا ما كانوش موافقين يعني، إنما أنا والدي ووالدتي كانوا متفقين بدري يعني. عبد الرحمن ما بقاش ينام خالص. ازاي يروح فلسطين؟ هو كان من الاول مشحون طبعا بكل قضيته هي القضيه الفلسطينيه، فقعد يفكر طب ازاي اوصل لفلسطين؟ قال بس يبقى ما فيش غير ان انا انضم تبع كتائب الاخوان. كانوا في الوقت ده بقى بيتدربوا التدريب جاد، وواخدين المساله جد قوي قوي قوي. بعد ما قلت كتير لامي وقلت لها هذا أمر من الله، اختبار لي وليكي، فلابد من الذهاب لفلسطين، أديك شايف الشعب، فما يروحش فلسطين إلا الناس اللي هم عاوزين يروحوا فلسطين، ودول ناس قليلين من كل البلاد العربية. فقالت لي يا علي روح فلسطين. رحت المركز العام وطلعنا في استعراض عسكري ومشينا في وسط القاهرة، وكان الناس من السطوح بيزغرطوا ويحيونا يعني واحنا رايحين، لحد ما رحنا وركبنا السيارات ورحنا على بورسعيد. هم الاخوان سنة نزلوا تانيين لانه كان استشهد منهم مجموعه كبيره، وكان برضه في يعني من حكومه نقراشي تضييق يعني مش عاوزين حد تاني يروح، فبداوا ينزلوا ياخدوا متطوعين تاني مباشره بعيد عن المعسكرات دي. فانا من ضمن الناس ياخدوني وانا مجموعه تاني ورحنا على طول على القدس يعني، وتم تدريبنا هناك يعني. واحد رايح للمجهول، هو مش رايح، مش عارف هيروح فين، مش عارف حتى فين معسكر الفدائيين اللي هيروح لهم. فركب القطر ومسك المصحف بتاعه وقعد يقرا فيه. قابله في القطر ده اللي كان قاعد جنب نور الدين الفرة، قال له انا رايح. انت بقى رايح كده من غير؟ قال له خالص. قال له ولا كارنيه ولا، قال له ولا تدريب ولا كارنيه ولا مع حد، انا رايح تابع الاخوان بس انا ما اعرفش حتى فين. قال له هم في معسكر اسمه معسكر البريج. نزل في نقطة تفتيش تانية، بس دي بقى لا محالة بقى. نزلوا كل اللي في القطر واحد واحد بيعدي على العسكري وبيشوف الكرنيهات والتصاريح بتاعتهم وبيعديه ويروح للمكان اللي هو رايح فيه. فجي الدور على عبد الرحمن، فبيسأله تصريح والكرنيه في نفس الوقت اللي بيسأله فيه عن الكرنيه، ولسه ما قالوش أنا معيش حاجة، لقى ضابط كبير بينده على العسكري. فالعسكري قال تمام يا فندم ومشي من قدام عبد الرحمن بيكلم الضابط. يا في الفترة دي كان عبد الرحمن عدى، وهناك عند المعسكر لقى اتنين عساكر كده واقفين، فقال لهم أنا لسه بيتكلم، بيقولوا له أنت اسمك إيه؟ قال لهم عبد الرحمن. قالوا له آه عبد الرحمن بنان، اتفضل خش، ده موصي عليك نور الدين الفرة. فكونوا أول كتيبة اسمها كتيبة سوريا، على اعتبارنا رحلة كشفية لسوريا، وراح ودعهم استاذ البنا في بورسعيد وبتاع، وطلع ايه ده، وكان الاخوان بتوع سوريا منتظرينهم، كان اسمه السباعي رئيس الاخوان في سوريا، وعامل لهم معسكر في منطقه اسمها قطنه. وقابل بقى الاستاذ كامل الشريف والشيخ محمد فرغلي، واتكلم معاهم وقال لهم قصته بصراحه، فقالوا ياه كل دي معاناه علشان تيجي للجهاد.
لما رحت كانش عندي فكره المفجرات، استخدام المفجرات. وطبعا فرقه كل يوم بتدرب تستخدم انواع المفجرات ايه والموصل ايه والكلام من ده، وانواع الجنجرايت الدي ان تي واستخدامها وكيفيتها والكميات المطلوبه في تفجير حاجه معينه كده يعني. ده من التدريبات يعني. فعبد الرحمن قالوا له هنديك دوره مكثفه، تدريبات مكثفه لمده اسبوعين، خلص اللي خده كله في شهرين، وما شاء الله الحمد لله بقى القنابل، البنادق، المدفع الرشاش، الالغام، كله اتدرب عليه وعرف استعماله ازاي، ويفك ازاي البندقيه وينظفها ازاي ويعمل كل التدريبات اللي اتاخدت في شهرين اخذها في اسبوعين. المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين في مصر جهاد الحداد في حلقه هذا الاسبوع من برنامج لقاء في اوروبا، وحديث عن العلاقات المصرية الأوروبية والموقف الأوروبي من الأحزاب والتنظيمات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في بعض دول الربيع العربي. لقاء في أوروبا يأتيكم في الأوقات التالية. في حلقة هذا الأسبوع من لكل زمان ومكان نناقش حكم مشاركة المسلمين في الانتخابات المحلية والتشريعية في الدول الغربية انتخابا وترشحا، وحكم دخول الأحزاب السياسية الغربية وأثر ذلك على الإسلام والمسلمين، مع فضيلة الشيخ إحسان حلاوة، المشاركة السياسية للمسلمين في الغرب ضمن برنامج لكل زمان ومكان. يمكنكم إرسال أسئلتكم على fatawa@alhiwar.tv. لكل زمان ومكان برنامج أسبوعي مباشر يأتيكم في الأوقات التالية. جولة الصحافة، استعراض يومي لأبرز ما جاء في الصحف العربية والأجنبية، نضعها تحت المجهر ونحللها بعمق. جولة الصحافة يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة في الأوقات التالية. ولا بيت تقريبا إلا ما كان فيه يا إما متطوع يا إما ضابط أو جندي ليعمل في فلسطين. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، على نصر فن بكل كف قادرة. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، على نصر فن بكل كف قادرة. ولنربين بكل روح حاضرة، إن بلاهي مجموعة من المتطوعين العرب وليس المصريين فقط، العرب متجمعين تحت قيادة خفيفة الحركة، نصف عسكرية يعني، ما هياش عسكرية 100% وما هياش، ولكن مبنية على أساس التطوع ومن جنسيات مختلفة وبقيادة أحمد عبد العزيز. راقب منهم خوية واخد بال حضرتك، فما مش جيش نظامي يعني، بيتعامل مش عسكرية يعني. في فرق بين الجيش نظامي عسكريه مطلقه، ضابط بيدي اوامر للجندي بتاعه وحاجات زي كده، لكن ديت مين يعمل كذا كلهم بيقولوا انا احنا نعمل، مين يطلع معانا المره دي كلنا عايزين نطلع،
طب مين الضابط اللي يطلع ال 14 عايز يطلعوا؟ في واحد متطوع عمره 40 سنة، في حين ان العساكر بتوع الجيش في حدود العشرينات كلهم يعني، فالسن مختلف، التدريب مختلف، ده منضبط اولا بيسمع الاوامر وما بيجادلش فيها، انما الثاني المتطوع ده بما له من ايه من خبره وسن وبتاع عايز يبقى مقتنع بهذا الكلام ده، فما فيش شك ان قيادتهم عمليه صعبه وتحتاج الى ايه قدوه وحزم. اي مجاهد كان رايح لفلسطين كان لابد له ان يكون له مواصفات خاصه، ودي اللي كان يعني مؤهل فيها كثير من الاخوان، مما دفع ضباط الجيش ان هم يعتمدوا على الاخوان في المهام الخاصه، مثل استعاده اي معسكره سيطر عليها اليهود. كانوا بيعملوا شغل اكثر من احسن لهم شاء او احسن قياده عسكريه، لانه داخلين الشهاده مش عايزين حاجه. بدات الحرب، واضطرت الحكومات العربية المتخاذلة عن نصرة فلسطين أمام الضغط الشعبي الهائل أن تحرك جيوشها النظامية التي اقتصر دورها خلال الحرب على حماية الحدود والتقدم بشكل نظامي إلى المستعمرات التي يسبقهم المتطوعون الفدائيون بقيادة متطوع الإخوان المسلمين إلى تحريرها والاستيلاء عليها ببسالة أذهلت أعداءهم. كان هناك ما يعرف بجيش الإنقاذ العربي الذي قام بعملياته في شمال فلسطين. في الجنوب الحقيقة معظم العمليات التي قام بها المتطوعون كانت من الإخوان المصريين الذين دخلوا، وكان الهدف أن إخوان سوريا يعني يتجهون إلى فلسطين من ناحية قطنة، وإخوان مصر اللي هم بقيادة محمد فرغلي يتجهون ويقبضون على حتى يصلوا إلى تل أبيب ويستطيعون أن هم يهزموا الصهاينة في هذه البلدة. العمليات دي بقى كانت سبحان الله في بدايتها كلها نجاح وتقدم، كل القوات العربية اللي كانت موجودة، الجيش المصري، كتائب الإخوان طبعا دي كانت بأعداد يعني، وهي اللي سندت وعملت التوازن لأن كان في إخفاقات كتيرة قوي في مستعمر المستعمرات كفار ديروم، دي موجودة في قطاع غزة. كانت النتيجة أن يمكن أقل من 10 راحوا حوطوا هذه المعسكر هذه المستعمرة وخاضوا حقول الألغام والأسلاك الشيك، وفوجئ اليهود بالإخوان على رؤوسهم وقتلوا منهم عدد كبير وأفنوا المستعمرة على آخره، ثم استشهد منهم عدد قليل وجرح عدد قليل. ذهب القائد البريطاني، كان في قائد بريطاني بيرصد المعركة من بعيد، ذهب إليهم في المستشفى وقبل كل منهم على رأسه وقال له من أي بلد أنتم أيها الأبطال؟ قالوا من مصر. قال والله لو كان معي 1000 واحد منكم بس زيكم كده لفتحت بهم العالم. ويادنا واحد واحنا بنسعى عربي جاسوس مسكنا على طول، رحنا على معسكر نصرات البحر وضربوه الإخوان، وقال طب أنا أطلبهم وأقول لهم أنه كنت هطلب اليهود وأقول لهم أن الإخوان تعبانين وحزنانين وتقدروا إيه تجيبوا قافلة إمدادات للمستعمرة. الكتيبة تحرقت بقيادة بعض الإخوان، علي صديق ويحيى عبد الحليم والصاغ محمود لبيب، ورحنا على طول على الموقع هناك واختبأنا، وإذا بالقافلة جاية حوالي 12 عربية مصفحة وونشي ضخم. عرفنا بعد كده أن اليهود ما عندهمش إلا ونشين، ده واحد منهم. لما حسوا بالهجوم كمعنا بنادي بويز خدناها من احمد عبد العزيز دي تخترق المصفحات، فابتدوا ينزلوا من المصفحات، هم ينزلوا واحنا نضرب، هم قتلناهم تماما القوه كلها. وجبنا السواقين بتوعنا طلبناهم من المعسكر وجم سحبوا كل الحمله دي وودوها المعسكر، فكان في الواقع نصر اعاد للاخوه اللي استشهدوا البقيم احمد عبد العزيز كيانهم وروحهم، وكان بعث جديد في المعسكر في المنطقة كلها، وكتبوا على المصفحات والعربيات الله أكبر والحمد. وتذكرنا كلمة الشهيد حسن البنا عندما كنا بنقول له إن اليهود سلاحهم كتير وإحنا سلاحنا بسيط،
لكن مش معانا المصفحات، مش معانا عربات، كان يقول هتاخدوا سلاحكم من ايد عدوكم. حاجه ثانيه كان حكاها لنا اخي كريم اسمه الفتوع عفيفي رحمه الله عليه، وده شاهد عيان، راحوا الى مستعمره من المستعمرات اليهوديه، وكان ده بعد نص الليل، واصلوها نيران الحاميه علشان تلين اطلاق. انا اصبت في المعركه دي، اصبت في دراعي ده، وانا بلغ ان انا اصبت في رصاصه تحت في ايدي، انا وانا بلغ عنها، والاخوان اتحايلوا عليا بلغ عشان يعني تبقى ايدي كويسه، كانت ايدي بتتحرك زي ما هي، تبقى ايدي كويسه، وأخليها في ايدي حتى ألقى الله بها. كان أكبر يعني مهمة بالنسبة لكاتب بلادنا، كان فيه نقطة قيادة لليهود في جبل مكبر، كانت فيها زي قناصة أي حد معدي بتاعه، وطبعا الإخوان قرروا لازم يسفوا أو يستولوا على المكان. فاتبعتت مجموعة بالليل هجموا المنطقة دي ونسفوه، استشهد فيها أخ سوري اسمه ضف الله. بعد كده اليهود احتلوا مرتفع اسمه تبة اليمن. المرتفع ده يسيطر على كل الطرق المؤدية للقدس والمؤدية لبيت لحم، المؤدية لكل القرى العربية الموجودة هناك. فكان إخوانا اليمنيين محتلين وقاعدين فيه، فاليهود هاجموهم واخدوا منهم الموقع ده. فاستعانت بنا القوات المصرية، لأن ده ما يهدد يعني المنطقة كلها، استعانوا بالإخوان في صوربير، فاتبعت الفصيلة في نفس الليلة، وبحول الله أن استردوا الموقع تاني اليهود، وكبدوا فيها اليهود خسائر كبيرة. أنا كنت في الموقع دي. حقق المتطوعون بقيادة شباب الإخوان المسلمين الذين قارب عددهم 5000 متطوع، حققوا نتائج عسكرية مذهلة في مواجهة العصابات الصهيونية عبر مجموعة كبيرة من المعارك والهجمات البطولية مثل معركة التبة ومعركة بئر سبع، التي تمكنوا فيها من تحرير مواقع استراتيجية هامة مهدت لتقدم جيش الإنقاذ في الأراضي الفلسطينية. حينما يجد اليهود الإخوان المسلمين أمامهم وتكبيراتهم الله أكبر ولله الحمد، كانوا يفزعوا ويهرولون أمامهم، وإن كان الإخوان في كثير من المستعمرات كانوا يجدون مقاومة شرسة ومقاومة شديدة. وجدنا من اليهود جب وليش متصورين، جب يعني جب، اليهود كانوا يجروا قدام مننا. اليهود لما كانوا يهاجموا من موقع وعملوا هذا مع الجيش، وإحنا طبعا كنا عارفين هذا الكلام وقت الكلام في وقته، كان اليهود يهاجموا من حته هنا وحته هنا وحته هنا وحتت مهمه، بحيث يخلي الجيش يوزع قواته في الاماكن دي كلها. فلما يوزع اماكن في خارطه، لا يجي عند الحته اللي عاوز يركز عليها فياخد الحته. احنا كنا عارفين هذا الكلام، ولذلك لم ما خدوش شبر ارض على الاطلاق مننا في فلسطين. الاخوان المسلمين في بدايه المعركه، في بدايه الحرب، استطاعوا ان هم يسيطروا عليها ثم يسلموها للجيش المصري، لكن الجيش المصري كانت امكانياته ضعيفه، فلم يستطع أن يصمد أمام العصابات الصهيونية التي استطاعت أن تطوق هذه التبة ويسيطر عليها الصهاينة مرة أخرى، مما دفع اللواء فؤاد صادق أن هو يطلب من الأستاذ كامل الشريف بأن يعني يشكل قوة لاسترداد هذه التبة، خاصة لأنها هي التبة المسيطرة على حركة المواصلات، ومن يسيطر عليها يستطيع أن يسيطر على حركة المواصلات في فلسطين. وبالفعل كون الإمام الأستاذ كامل الشريف عدد من الجنود على رأسهم حسن دوح ونجيب جويفل وعبد الرحمن البنان وأبو الفتوح عفيفي، واستطاعوا أن هم يحصروا هذه التبة ويعطونها مرة أخرى إلى الجيش المصري. في بئر سبع حصل قتال خارج بئر سبع، هذا القتال استشهد فيه الأخ علي صبري، عملنا كذا معركة في المرتين، خدنا فيهم مصفحة وخدنا فيهم بعض المدافع والمعدات، وقتلنا عدد من اليهود وفي هذا ونسفنا كوبري كانوا بيعدوا من عليه عشان يعدوا ويجي ناحية النقب إلى آخر هذا الكلام. معنا أخ اسمه حمد عبد الجليل، أخ ده ما فيش معركة يدخلها اللي هو يطلع يعني متدشقش منها، مساب في راسه ومساب في رجليه كل مرة،
يمكن عشرات المرات. آخر مرة طالع من المستشفى عندنا وفات علينا في الموقع بتاعنا بتبت الإخوان ده، سموها بعد تبت لمس سموها تبت الإخوان، وكتبت عنها الصحافة الصحف يعني هنا. وقعدنا هو عايز راح الكتيبة بتاعته، فعدى في وادي كده نزل فيه تحت، فالقناة بتاعته شافوه فضرعوا عليه نار، فجت له الضربة في دماغه كسرت له الجمجمة. ما حدش حس بيه، ده وادي وعادي انك تسمع طلقات نار يعني عادية يعني. فالمهم يعني ربنا الهم حط ايده على ايده لدقت فمنعت النزيف. بالليل في دورية بتمر يعني فلقيوه، فكانوا ميت فشلوه فلقيوه حي، فخدوه ودوه المستشفى ليه صفرة معاه بيبكي يقول انا يعني ما استحق الشهادة، انا مش زي فلان اللي ربنا اكرمه الشهادة، انا مش زي بتاع، انا اصبت كذا مرة وفي الاخر برضو انا كده يعني اموت كما يموت البعير. الشهيد علي الفيومي ده كان ليه قصة غريبة، أو صديق لعبد الرحمن وقريب في الوقت نفسه، كان استشهد في معركة من المعارك اللي عملوها، وحاولوا يدوروا عليه ما لقوهوش، عرفوا ان هو استشهد بس فين جثته فين هو ما لقوهوش. كان مجموعة هيقوموا بعملية لقوا واحد اعرابي من الفلسطينيين من البدو ولابس جزمة بتاعتهم مكتوب عليها الجامعة العربية، كان معلم علي الفيومي الجزمة بتاعته كاتب عليها الجامعة العربية عشان محدش يسرقها منه، فلقوه لابسها فعرفوا ان ده اخد الجزمة بتاعت علي الفيومي. علي الفيومي كان استشهد من 15 يوم وهما مش لاقيينه، وعارفين انه استشهد يعني في العملية دي بس مش لاقيينه، فمسكوا الاعرابي قالوا له انت جبت الجزمة دي منين؟ قال لهم ده انا خدتها من واحد فدائي كان استشهد هنا وانا خدتها، كان لابسها قلعتها له ولبستها. قال له فين هو؟ قال لهم تعالوا انا اوريكم مكانه. فاخدهم كان كل المجموعه اللي بقول لك اسمائهم دول وراحوا يشوفوا مكانه، وسبحان الله لقوا علي الفيومي كانه بالظبط لسه مستشهد النهارده ولا في اي حاجه متغيره. احنا سمعنا بالنبأ حزننا جدا وتألمنا، بل حتى إذاعة إسرائيل أذاعت الآتي، قالت لقد استشهد قائد القوات الإخوانية على مشارف الفلوجة. هذا القائد قائد ممتاز، قاد قواته بحنكة ومهارة أعجزتنا نحن اليهود على أن نواصل معه القتال، وتوقفنا عند النقطة التي توقفنا عندها. هذا ما قاله اليهود أشهد بذلك. أعلن الوسيط الدولي من قبل الأمم المتحدة الكونت برنادوت الهدنة الأولى في 11 من يونيو عام 1948، والتي استمرت لمدة 4 أسابيع، حين استغاثت الدولة اليهودية بحلفائها بعد أن تأكدت أن مواصلة القتال لن تكون في صالحها في مواجهة المتطوعين الفدائيين بقيادة الإخوان المسلمين. ولم يلتزم بهذه الهدنة أي من الطرفين، إلى أن أعلنت الهدنة الثانية بعد شهر واحد، والتي تمت خلالها ضغوط دولية على الجيوش العربية لإيقاف تقدمها في الأراضي الفلسطينية، بينما تواصل إمداد العصابات اليهودية بالأسلحة الثقيلة والمعدات. لما حصل اتفاق الهدنة غير الموازين، وهما كمان زي ما تقول اليهود وجدوا أن المواجهة وجه لوجه دي وفي الميدان نفسها مش هتمكنهم، وان عايزين حل تاني، فهم استخدموا الحل السياسي الى جنب الحل العسكري ووجدوه اكثر جدوى. طب الهدنه الاولى حصلت نفعت اليهود وجات لها اسلحه وجات لها طيارات، ما كانش عندهم طيارات، فما بالك وإحنا بقى الهدنة الأولى دي إيه اللي حصل فيها؟ ما حصلش فيها حاجة. اللي كان موجود من سلاح موجود من سلاح، حاجة اشتروا سلاح من السوق السوداء، واللي بيشتري سلاح من السوق السوداء بيشتريها بغالي، وزي شيل أو ما تشيلش ما بيدورش على درجة الكفاءة قد ما بيدور على إن إيه واحد هيبيع لك حاجة. اليهود ما احترموش المعاهدة ولا الهدنة ثاني، بل بالعكس ده قتلوا الوسيط الدولي كونت برنادوت، قتلوه وهو الوسيط الدولي اللي جاي من الأمم المتحدة. الإخوان لم يلتزموا بالمعاهدة لأن هما مشترف فيها وما همش حكومة،
لكن استمروا، المعاهدة ما كانتش قيد لهم. في الفترة اللي هي بعد الهدنة الثانية قدر اليهود أو الجيش الإسرائيلي أنه حصر لواء السابع مشاة اللي كان فيه الضابط اللي كان مشهور بالضبع الأسود، وكان رئيس أركان اللواء ده الرائد جمال عبد الناصر، وكان فيه عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وزكريا محي الدين. الفلوجة دي اتحصرت من جميع النواحي، وحاولوا ينجحوا بكل الطرق أنه يكتلوا الحصار على الفلوجة دي، وابتدأوا يهدموها بالطيارات وحصروها بالمدافع والدبابات وحاجات. فوالدي تطوع ان هو ممكن اللي هو معروف الحضري ان هو يحاول ان هو يدخل امدادات للي هو السابع مشاة حاصر في الفلوجة عشان ما تستسلمش والحرب تنتهي. فكان معروف الحضري له خبرة وذكاء ان هو يعني ببعض معارفه من الأعراب استطاع ان هو يخترق دروب لا يعرفها اليهود، واستطاع ان هو يصل المرة الأولى للجيش ويوصلهم المؤونة. لكن في المرة الثانية يبدو أن اليهود كانوا عرفوا بالخبر. لما لقى اليهود بتضربه من جميع النواحي، فقدامه حل من اثنين، يخلي المتطوعين يضربوا معاه، وفي الحالة دي المتطوعين هتصفوا لأن خلاص الجيش الإسرائيلي حاصرهم من جميع النواحي. لما تاني يعمل خدعة بأنه هو يحط مدفع الناحية دي والناحية دي والناحية دي، بحيث أن يضرب طلقة من هنا وطلقة من هنا وطلقة من هنا، وفي الحالة دي هم انشغلوا والناس اللي وراه دولت يرجعوا، ويفضل هو لوحده يتأسر لوحده. فضحى بنفسه في سبيل أن الأسلحة والمعدات والناس اللي كانت معاه تروح. مما أدى إلى وقوع معروف الحضري في الأسر وأخذه إلى تل أبيب، و محاولة يعني ضمه بكل مقاييس أو معرفة أي شيء عن الجيش المصري فرفض، وعذب عذابا شديدا حتى تم تبادله بعد معاهدة رودس في مارس 1949. جاء قرار حكومة النقراشي باشا في اتخاذ إجراءات عشوائية ضد الإخوان المسلمين تمهيدا لحل هذه الجماعة، دور بارز في تحقيق الانتصارات العربية المتتالية في فلسطين. وبالفعل صدر قرار الحكومة بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها في 8 ديسمبر عام 1948 بسبب الضغوط الدولية الخارجية لإنقاذ إسرائيل من البطل الأول في حرب فلسطين، ولأسباب داخلية هي خوف الملك فاروق من عودة الإخوان المسلمين بهذه القوة والشعبية إلى مصر بعد انتهاء الحرب. القرار الذي مثل ضربة قاسمة للجهود العربية في حرب فلسطين، والتي كان لها بالغ الأثر على مسار التحركات العسكرية العربية في مواجهة العدو الصهيوني المتحفز. هذا القرار أيضا أثر على الإخوان المجاهدين، لأن جماعتهم تحل، لأن إخوانهم يعتقلون، لأن مرشدهم مهدد بالاغتيال في أي لحظة من اللحظات. يعني في نفس التوقيت زي ما ذكرت بأن النقراشي باشا أرسل باعتقال إخوان المجاهدين، لكن صادق باشا رفض هذا الأمر وجعلهم تحت طوعه، وهناك صمم الإخوان على مواصلة الجهاد دون الرجوع لمصر حتى يخرجوا ويحرروا فلسطين من الصهاينة ويعطوا الأرض مرة أخرى إلى المجاهدين الفلسطينيين. إن حل الإخوان له أسباب عديدة، ولكن أهم يعني أهم الأسباب سببين. سبب أنها هيئة معارضة لسياسة النقراشي. النقراشي عقيم، سياسته عقيمة، وموقفه من الإنجليز فاشل، وكان الإخوان هم أكبر هيئة في البلد. وحصل قبل كده أن جاء أمر من النقراشي بتجنيد الإخوان المسلمين وسحبهم في المعسكر كمعتقلين. فاللواء البوابة كانت غير وجاء لواء اسمه اللواء فؤاد صادق، طلبنا في المعسكر وكان كل واحد في موقعه، وجمع على كامل الشريف وحسن دوح وقال انتم زي اولادي وانا مطلوب منكم اعتقالي ولا يمكن اعتقلكم. والشاب الصغير ده اللي هو ما بلغش 16 سنة لو اتباع في السوق اشتريه، ده كان تعبيره، وانا لا يمكن اغدر بيكم انما انا هسحب كل القوات واجيبها هنا.
والسحب بتاع الكل لان جهاز الاحتلال قلنا له سحبت القوات اليهود تاني يوم يحتلوا الموقع وفعلا سحب القوات وتاني يوم احتلوا الموقع معركه 86. الانجليز هم اللي اوصوا بحل جماعه الاخوان في 8 ديسمبر سنه 48. ما كانش فيه النهارده شيء اسمه اسرائيل. ليه؟ لان الاخوان بتقدمهم كانوا على بعد 3 ساعات من تل ابيب، وكان تل ابيب هي العاصمه. رغم ان انا ضد الاغتيال، ولكن اغتيال النقراشي كان مبررا لانه قتل هيئه كبيره بدون اذن دستوري وبدون مبرر. مواجهة غير عادلة بين جيوش عربية بأسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية خسرت جناحها الفدائي ممثلاً في متطوع الإخوان المسلمين في مواجهة الجيش الصهيوني الذي يدعمه الغرب بكل إمكانياته وسلاحه وضغطه السياسي، فتمكن من السيطرة على المشهد وتحويل انتصارات المتطوعين الفدائيين المبهرة إلى هزيمة عربية مدوية. بعض الكتاب الصهيونة كتبوا ذلك بأن الشوكة الكبيرة هي كانت شوكة الإخوان المسلمين، حتى أن مجلة الحائط، مجلة حائط عبرية في الجامعة العبرية، كتبت وضعت صورة حسن البنا وكتبت تحته بأن هذا الرجل هو أعدى أعداء اليهود وأنه سبب دمارنا أو دمارنا في 1948. النجاح اللي أنا بعتبره واعتز به بالنسبة لحسن البنا كصاحب يعني فكر سياسي ودعوي وعايز يعني الأمة الإسلامية تستعيد عزتها وكرامتها وقوتها، إن هو استطاع لأول مرة يقول للناس كلها سواء كانوا محليين أو أجنبيين إن القضية مش هتنحل بالمفاوضات ولا بالسلام، وإن السلاح المقاومة وسلاح القوة هو اللي رد على القوة. أنا بعتبر إن حسن البنا وضع بذوره الأولى. ده لولا الإخوان اللي ما زالت القضية الفلسطينية حية في قلوبهم، مع أننا عبنا 20 سنة في السجون، ولكن ما غابت عنا فلسطين ولا القضية الفلسطينية. ودي انت شفت احنا دخلنا السجون من هنا واليهود ضربوا مصر من هنا 56 بعد ما دخلنا السجون بسنتين، وكذلك بعد ما دخلنا السجون في سنة 65 وعدم سيد قطب حصل ايه؟ حصل ما بيسموه النكسة، المصيبة الكبرى. في حاجة كده كانت بتشغلني أيام حسن البنا، ليه قال لي في وسط معركة متطوعين ومدربين ونبعتهم في قضية خطيرة لمقاومة اليهود ودفعوا الثمن، ويقول لي مش بالطريقة دي هتنحل القضية. الله. أتبيه لقيت أنا بعد كده إن قضايا التغيير في فلسطين والتغيير في غير فلسطين والوصول إلى وضع مستقلين وأحرار وأقوياء، عايز حاجة غير مجرد متطوعين اللي بعتهم، عايز إن يحصل ثورة زي ثورة الشباب. فأنا أمنت والله إن الرد لما شفت ثورة الشباب دي وهزت العالم كله على مستوى الداخلي والخارجي، وبدأوا يكلموا كلام عن الفساد ومقاومة الفساد وعن إن الشعب هو مصدر السلطة، الوضع ده كان هو الشيء اللي بينقذ الأمة.